يتمنى هدف. المحايد يتكلم عن المحايد. هذه اللقطة والتصويبة قوية. هشام عقبي، هشام عقبي، الله على هدف، هدف جولة، هدف هدف قوي جدا، تصويبة من هشام عقبي. يا هذه بعيدة، هذه قوية، هذه الكرة كانت قوية من هشام عقبي، لم يكن يتوقعها أحدا، بالقبلة وبالقلب، من كل قلبه يطلقها هشام عقبي، من قلبه ومن كل ما أوتي من قوة، تصويبة قوية. لكن هنا شوف شوف هشام، لم تكن عرضية مخادعة لحارس المرمى الواكد، هذه التصويبة، هذه التصويبة، هذه بس الفكرة لحالها جول، بس الفكرة ان شوتها على المرمى لحالها جول، مفاجأة لحارس المرمى، الكرة خطيرة ولم تكن خطيرة وبس. لو الله لو هدف، لو هدف اول للدرعية بنهاية شوط المباراة الاول وبالدقائق الاخيرة، هذا القلب وبالقبلة وبكل ما اوتي من قوة من